علي بن سلعان 4:44. وفاءنا وتمام مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، نحييكم من هنا عبر الاسير والكم يسير على البركه ايها الحبل الكريم، مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، انطلاقه الشوط الرابع خاص للقعدان الحجاج، ومسافتنا 3 كيلومترات، شعارات قويه، شعارات تحمل لنا قوة التحدي والمنافسة، هنالك المقدمة والصدارة، هنالك مشاهدينا الكرام لفان وعبد الهادي بن حسين البريدي، من يقدم لنا لفان في أول الأشواط والتحديات، أول الأشواط وثاني الأسماء، وصل إسعاف وجابر بن علي بن جرحب المري وإسعاف الناموس وثالث الأسماء، شعارات كبيرة ومميزة تحمل لنا قوة التحدي والمنافسة، ثالث الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، وصل الباسل للدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، ولكن دخول مباشرة سوغان وسعيد بن سالم بن مسعود، وخامس الأسماء وصل مشاهدينا الكرام شاهين وحسين بن محمد، من يقدم شاهين في هذا الشوط وشوط التحدي، ولكن نرجع ونلحق المقدمة والصدارة، إسعاف وجابر بن علي بن جرحب المري وتاني الأسماء، هنالك شعار، هنالك بن مفقوت وشعار الطبيب يشارك سوغان وسعيد بن سالم بن مسعود المري، وثالث الأسماء هنالك لفان، لفان وهنالك مشاهدينا الكرام عبد الهادي بن حسين البريدي، ورابع الأسماء وصل هنالك الباسل والدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، وخامس الاسماء وصل ليكون حاضرا ويشارك شاهين وحسين بن محمد المري، الله الله، اسماء قويه، اسماء حاضره للمنافسه للتحدي والهدوء، الهدوء الذي يسبق العاصفه الحجاج القعدان، الله يتجمع التجمع التجمع مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إسعاف وإسعاف الناموس جابر بن علي بن جرحب المري بقيادة إسعاف، يلا يا جابر يا بن علي يا بن جرحب، وهنالك لفان وعبد الهادي بن حسين البريدي، وثالث الأسماء هنالك شاهين وحسين بن محمد المري، دخلنا أجواء الكيلومتر الأخير، كيلومتر متحدي بقيادة إسعاف وإسعاف الناموس جابر بن علي بن جرحب المري، يبي يباعد المسافة وحبيبات الرمل تتطاير تحت أقدام إسعاف والعصا في البطول، إن لم يكن لباقي المشاركين كلام آخر، 700 متر أخيرة، 700 متر يا جابر يا بن علي يا بن جرحب المري، وثالث وثاني الأسماء وصل اللفان عبد الهادي بن حسين البريدي، ولكن وصل وصل شعار الشاهينية شاهين ومحمد بن برقان المجارح المري، ولكن لنا عودة إلى المقدمة وإلى الصدارة، إسعاف وجابر بن علي بن جرحب والعصا في البطان، وصل اللفان ليعود حقوقه المنهوبة والعصا في البطون، الله 300 متر أخيرة، جولة الأوامر الأخيرة، حرك يا المتحرك، يلا حرك يا المتحرك، يلا يا بن جرحب، الله استجاب للنداء، وهنالك لفان وثالث الأسماء، وصل مسيطر عبد الهادي بن حمد آل الجير، ولكن الله جولة الأوامر الأخيرة، إسعاف إسعاف وجابر بن علي بن جرحب، إسعاف
إزعاف الناموس، تهانينا لمالك إزعاف جابر بن علي بن جرحاب المري. المركز الثاني كان من نصيب لفان وعبد الهادي بن حسين البريدي، والمركز الثالث مسيطر عبد الهادي بن حمد النشير المري. التوقيت الزمني ساعة وصول إزعاف لخط النهاية 4:50 أجزاء من الثاني. تهانينا لمالك إزعاف جابر بن علي بن جرحب المري، تهانينا لجميع الفائزين.